جرت لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله هذا اليوم رسم استقبال رسمية في مقر البرلمان الماليزي بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته لماليزيا الشقيقة. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في مقدمة مستقبلي جلالته حفظه الله صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا الشقيقة الذي رحب بجلالته وبزيارته لماليزيا. كما كان في الاستقبال دولة السيد محمد نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي. وقد عزف السلمين الملكي البحريني والوطني الماليزي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم جلالة الملك المفدى. بعد ذلك صفح حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أصحاب السادة الوزراء في الحكومة الماليزية وأصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى ماليزيا. بعد ذلك صفح جلالة ملك ماليزيا أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى. وبعد انتهاء مراسم الاستقبال ودع ملك ماليزيا ودع ملك البلاد المفدى.